طيب نستعرض معكم بداية مقالي وما قالوا أكبر من مجرد ناد، إيه الحكاية؟ ما هو دي ليه علاقة بالكلمتين اللي أنا قلتهم في الأول. اتفضل. الناس وهي بتتحدث عن بطولات الأهلي وعن مكانته الفنية وحجمه في الساحة الكروية المحلية والإقليمية العالمية يتحدثون عن أرقام. ولكن بعض المواقف بتاخد النادي الاهلي تحطه في حته تانية بقى. بتحطه في حته تعبر الحدود. وينظر اليه ان هو النادي ده بيعمل ايه يا اخوانا؟ هو النادي ده مجرد نادي ولا هو مبني على ايه ولا متاسس على ايه؟ فهو الحقيقه الجدل الذي كان قد اثير قبل مباراه الاهلي وبيراميد أن مصير المركز الأول حسمه الأهلي، أما المركز الثاني فيستطيع النادي الأهلي أن يلعب دور البطل فيه. توقع الكثيرون أن الأهلي حيجامل يا سيدي، ولو أني بكره الكلمة دي قوي، ويعني يتراخى أمام بيراميد عشان يحرم الزمالك من المركز الثاني. ولكن تأتي المباراة بكل سيناريوهات الأصعب عشان يثبت الأهلي إزاي هو يتحدث صعب عشان يبقي على كبرياء النصر وكبرياء القيمة. وده اللي أكد أنه الأهلي أكبر من مجرد نادي. إحنا مش بنتكلم في قصة فرقة كورة وقصة فريق نادي، لا، القصة أكبر من كده بكتير. القصة إزاي تتحول في مجتمعك إلى دور وإسهام حقيقي في ترسيخ مبادئ نقية، ازاي تقدر تساهم ان انت ترسي القيم الحقيقية للرياضة، ازاي تسهم في انك انت تقيم العدل في المسابقة، ازاي تقدر تحافظ على نزاهة وشرف المنافسة، ازاي تقدر تنتصر على كل الشائعات بالعمل والعمل فقط، تترجم الفير بلاي عملا، ازاي تبقى فعلا منحاز للعب النظيف، ازاي تقدر تحقق اعلى معايير الالتزام بقواعد اللعب النظيف، وده اللي يكون له مردود على النطاق والمحيط الخارجي حتى مش المحلي فقط. المهندس عادل اشار انه لا، الاهلي بكل هذه الضوابط وبكل هذه القواعد وبكل هذه الصوره المشرفه لوطنه، ازاي وهو بيمارس الرياضه هنا وفقا لاصولها ووفقا لثوابتها وقواعدها ومبادئها، يبقى له هذا الاسهام الحضاري حتى في محيطه.